جزاكم الله خيرا، هل مس الحصى من غير قصد وقت صلاة الجمعة يبطل أجرها؟ كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. نعم. يقول: هل مس الحصى من غير قصد وقت صلاة الجمعة يبطل أجرها؟ كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. من مس الحصى فقد لغى، هذا ورد حال الخطبة، ورد في حال الخطبة. نعم. فإن الحاضرين يستمعون إلى الخطبة ولا يعبثون بالحصى ولا بشيء غيره، ولا يتكلمون، يجب الإنصات، الاستماع يجب الاستماع والإنصات، قطع الحركة وقت الخطبة. فمن تكلم أو مس الحصى فقد لغى، ومعنى لغى أي أنه يبطل ثوابه، ويكون كما جاء في الحديث كالحمار يحمل أسفارا، بمعنى أنه تكلف المجيء والحضور ولم يحصل له ثواب ولا نفع من حضوره، كالحمار الذي يحمل الكتب وهو لا ينتفع بما فيها. وهذا معناه النهي والتنفير من الكلام والعبث وقت خطبة الجمعة. أما الصلاة، صلاة الجمعة وغيرها، ينبغي الخشوع فيها والسكون والطمأنينة وعدم العبث والحركة، لأنه في عبادة وفي صلاة، فلا يكثر من الحركة أو من العبث، لأن ذلك يخل بصلاته وقد يبطلها إذا كثر وتوالى من غير حاجة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من غير قصد. شيخ صالح، النهي عام، النهي عام، ولكن لو نسي. نعم نعم. لو نسي وعمل شيئا من ذلك، الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.